يا ريتك هتجابت دكر بط. هتفحت ولا هجيب البت فرحة تفحت احسن منكم من 100 راجل. خد ورينا الحفر بقى يا سيد الناس، هيبقى شكلك وحش قوي. انا ما عنديش كرامه، بحب شكلي ما عرفش. اوعى كده، ايش حصلكم؟ ابعتوا نجيبوا فرحة تحفر بدالك. براو عليك، براو عليك يا سالم، شفت ردها لك. انت حسيت يا مش معناني ما كلهم بيزيتوا. معلش استاذنك في سؤال، هما مش مطلعينك معانا ام الرحلة دي عشان انت خبير حفر؟ بص ما يشكرش في نفسه الا ابليس. انا اقول لك اللي عندي، انا بسم الله ما شاء الله عليا واخد دكتوراه في الحفر في ماده الترتلايت. سوري، ماده ايه؟ الترتلايت. اوكي، طب بما انك خبير حفر ما تشور علينا يا اخي، نعمل ايه في ام الحديده دي؟ انا اقولك الهمة يا شباب الهمة، يلا بقى عايزين أرض الكوكب تطرى عشان تطبع معانا في الفحر. استنى، ما بالراحة يا عم، ما بالراحة، احنا عنايزك يا عم مش على مسرح الهناجر. هناجر يا فاجر، يا نهار اسود، بترش مية عنايزك. انا كنت حاسس من الاول ان انتوا شوية هليبة. لعلمك كده انت نفسية جحيم يلا، والمصحف نفسية جحيم، انت اساسا منافسن مني عشان الفكرة الجهنمية اللي انا طلعت بيها، عايز تفطسها وتطلع فيها القطة الفطسة. بلا قطة فطسة بلا نيلة، دي الكلبة لايكا ما عملتش كده. ايه الكلبة لايكا دي؟ الكلبة لايكا، كلبة لايكا دي مادة؟ مادة ايه؟ الكلبة لايكا دي اول كلبة طلعت الفضاء وكانت نتاية، بس ارجل من اي حد فيكم. وبعدين النايزك معلهوش مية، انتوا جبتوا المايه دي منين؟ دي برضك فكره من افكاري. المايه دي لمؤاخذه من انتاج اشرف، بسم الله ما شاء الله مللنا لوحده التلات جرادل. خلي بالك المايه دي صبحه بتاريخ النهارده. الماء عنصر اساسي من عناصر الفحر، وكما بيقول المثل العلمي اديها ميه تديك تراوة. ده كلام واحد جنايني مش عالم ابدا. ميه ايه وتراوة ايه؟ المايه دي يا دكتور حزلقوم بتزيد تربة النيزك صلابة، وبتخلي مهمة الفحت فيها شبه مستحيلة. ايه يا عم الفتي ده يا عم؟ مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ انت بحثك، مش انت الوحيد يا بني ادم في العالم اللي عامل البحث عن الحفر في التربة دي؟ يعني حاجة زي كده. حاجة زي كده يعني ايه؟ مش البحث مسجل باسمك؟ طبعا مسجل باسمي، امال ايه؟ بس بصراحة مش انا اللي كاتبه، انا شاريه. شاريه. انا هقول لك اهو، انا كنت قاعد في تركيا على القهوه مع واحد صاحبي تركي بنشرب قهوه تركي، وفجاه دخل علينا واحد روسي هدومه مقطعه كده وبيبيع غلبان، بيبيع نعناع عداله وسكر نبات وجلود بطاقه وشويه فلايات ومواس وابحاث، واخد بالك؟ فما حدش حاب يشتري منه حاجه ولا ينفعه، صعب عليا. قلت له خد يط عليا انا، لا عايز امواس. دفعت له الفلوس، التقيته اداني ابحاث بدل الامواس. اتاري بقى كلمه امواس بالروسي يعني ابحاث. بعدين جيت ادور عليه ما لقيتوش، بفتح الابحاث اللي تاني دي لقيت بحثين، واحد اسمه الحفره في الترتلايت والتاني اسمه يلا نخلي البيضه بالطين. يعني هو اساسا عن الهندسه الوراثيه، بيتكلم ازاي نخلي الفرخه لما واخذه بفتحتين فزي البندقية الخرطوش كده، فتطلع بالطين، اخد بالك؟ بروحين تبقى يعني طلع بالطين، واحده بنيه واحده بيضه. فبصراحه استحرمت، قلت حرام نلعب في خلقه ربنا. قمت رالل على البحث دوت، وبعد كده قطعته ورميته. فربنا طبعا يمكن عشان عملت كده فجزاني، فبارك لي في البحث التاني. الله يخرب بيتك، انت ضيعتنا، انت
ضيعت العالم كله. يا ريتك خليتك في البيضة والبيضتين احسن. ما تكبرش الموضوع قوي يا دوحة، معلش حط نفسك مكاني. دلوقتي انت دفعت حق البحث ماشي وسجلته باسمك، تقوم بخلي اي حد يطلع مكانك على الرحله. ما تحضرونا يا جدعان. لا طبعا ما ينفعش، هي رحله الكوكي بارك، احنا طالعين الفضاء. الله يخرب بيتك يا حزلقوم، اعمل فيكوا ايه؟ اقلع لك مصد في قلب النيزك. لا خلي بالك فرق الضغط هيفتقك. بالهداوه بالهداوه يا جماعه، محلوله باذن الله. ازاي احنا دلوقتي هنبعت نديب الراجل الروسي ده؟ مش انت عارف شكله؟ اه شعره فلافل ولونه اسمر كيف اسمر وكيف روسي؟ مرود اللي حد يدنن. وبعد شفت اعمل ايه؟ استنى يا هجرس، قول لي يا حزلقوم، ما تفتكرش اسم الراجل ده؟ اه اللهم صل على النبي، عبد الخالق يونج. عبد الخالق ايه؟ يونج. ابعت هات لنا عبد الخالق يونج. نبعت نجيب ايه؟ عبد الخالق يونج. عبد الخالق يونج مين؟ ده صيني ده ولا روسي ولا من موسكي؟ الله يخرب بيوتكم، ذنب الكوكب كله في رقبتك يا حزلقوم. طب خلاص يا جماعة، أدام هي كده كده خربانة يبقى نلم حاجتنا ونطلع نقلبه من هنا. وانتم مش صلحتوا المكوك؟ ونصلحوا ليه؟ ما خلاص خلاص، مفيش حد، مفيش كوكب ننزل عليه. احنا نجيب لب ابيض وسناني وكاشو ونستمتع بالمنظر واحنا رايحين نفرع الكوكب. الله يخرب بيوتكم، ليه كده يا عبد الخالق يا يونج؟ دي اخلاق علماء. يا رب تموت. تموت ايه؟ ما كلنا هنموت يا ولاد الكلب. سامحوني يا اهل الارض، كان نفسي انقذكم ونعيش في سلام. سامحوني يا سكان الكوكب، سامحيني يا رؤية، انا اللي اكلت الشيبسي مش كريم. سامحني يا كريم، انا اللي اكلت الاندومي يا حبيبي مش ماما. الله يخرب بيتك يا حزنقوم. الهي يا رب، العالم كله يتنجد كله، وانت الوحيد اللي ينزل على دماغك نيزك يخسف بيك الارض. طار السويد النيزك كان ممدوح. غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. ايه هو كان عصبي بس كان طيب ولطيف الله يرحمه. اما كانش مات بالنيزك كان هيموت بالقهر اللي عملها له الخبير حزلقوم. أو كان هيموت مسموم أو بخندر في ظهره، ده قدر يا دكتور ربيع. طبعاً بس سبحان الله، شفت التوجيت بتاع الموتى؟ لسه بيقول يا رب نيزك ينزل عليك، راح نزل عليه هو. طيب مش احنا المفروض ندفنه يا دماعة ولا ايه؟ ندفنه يا أجرس، واحنا عارفين نحفر حفرة ندفنه فيها نملة. لما تقولي ندفنه وبعدين خلاص، ده بيجي بابا غنوش. ايوه يا دماعة، أصل مش منظر برضك. طيب نحرقه يا سيدي؟ ما تشيلش هم، كلها 5 ساعة والنيزك يضرب الارض وكلنا نندفن، وكل ده ببركات الكونسلتنت خبير الترترلايت. ترترلايت انت تسكت خالص. يا جماعة والله العظيم انت لسه لك عين تتكلم يا خبير الزرطلايت؟ انت منك لله يا شيخ، خلصت علينا. ما
مش احنا بس، انت خلصت على كل المخلوقات بتاعت ربنا اللي نعرفها واللي ما نعرفهاش. خسارة يا خسارة اهل المزاريط الغلابة اللي لسه بيروحوا الصيدليات يجيبوا ادوية فاكرين نفسهم هيخفوا ويعيشوا. لا اله الا الله. يعني يا ربي بدل ما كنا طلعنا الرحلة المهببة دي مش كان الواحد يقعد في بيته؟ اجله هيموت وسط اهله وفي بط امه. ايه القرف ده يا عجرس؟ ايه بط امه ده؟ انت اكرم لك تموت هنا طبعا وانضف. خلاص يا جدعان، ما خلاص، ده مش وقت نواح، ده وقف اللي احنا نوقف وقفة رجالة، كتفنا في كتف بعض، ايدينا ايد واحدة، ونرفع كلنا ايدينا ونجعل ربنا يخرجنا من البحر دي على خير. بس يا جماعة، أنا اللي مقصر في نفسيتي هو كل حتة من قلبي، إن أهل الأرض كلهم وثقوا فينا وإحنا خذلناهم. إحنا مين؟ إحنا مين يا موكوس؟ يا موكوس يا موكوس. الله، سيب ايديك. هو انا كلمتك؟ سيب ايديك. هو انا جيت جنبك؟ سيب ايديك. حسب النيزك؟ سيب ايديك. استني شويه. سيب ايديك. اصير عيي. انت بتنيل ايه؟ ايه بس في يدها ده انت؟ وانا مسكت حاجه اصلا؟ الحقيقه هو ما مسكش ايديها، نشهد بكده، هي اللي بتتلكك. باركونا يا جماعه، انا وعم علي بقينا في فريند شوب، او تقدروا تقولوا كده احنا متصاحبين، بس اول ما نرجع ان شاء الله هنعملوا الخطوبه والدخله في ليله واحده. ونكتب الكتاب ونعلي الجواب، بس نرجع يا غزال.